بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النهاردة الجمعة، تاني يوم معرض أجرينا. معنا طبعا بعض الضيوف والأخوة الأعزاء. معنا دلوقتي البشمهندس عبد الفتاح الزاهي. بنرحب بيك يا بشمهندس. ده شرف لنا يا بشمهندس ياسر، والله شرف لنا. ربنا يخليك هندسة. عاوزين يعني تجربتك معانا في شركة عرب جروب، وتشرح لنا انت شغال في ايه ومكان شغلك فين برضو، عشان الناس اللي بيتعاملوا مع عرب جروب برضو يكون عندهم علم بنشاطك، محافظتك، مكانك. طبعا احنا مجال شغلنا طبعا في معدات مزارع الدولة، وطبعا احنا مكاننا في محافظة كفر الشيخ مركز الدسالة، فمحيط العمل بتاعنا يتمكن من محافظة كفر الشيخ، المنصورة، البحيرة، الغربية. وبالتعاون مع حضرتك وشركتك شركة عرب جروب في توريد المنتجات اللي حضرتك بتستوردها وبتوفرها لنا، جودتها حاجة محترمة وحاجة كويسة يعني ما شاء الله يعني، بالإضافة لاستجابة الايه؟ استجابة التوريد وسرعة التوريد. حتى برضك في موضوع الماديات ما بتشترطوش، لا إلا لازم الفلوس، لا كل حاجة، لا أهم حاجة البضاعة تروح الأول وبعد كده ربنا يحلها يعني. ده رقم واحد. رقم اتنين، معدات مزارع الدواجن حاجة مهمة في مجال صناعة الدواجن، لأن طبعا الفراخ لا عشان تبقى في المزرعة لازم لها من شفاطات، لازم لها من أنظمة تهوية، أنظمة تدفئة، أنظمة تحكم في أنظمة التهوية وأنظمة التدفئة. فطبعا احنا بنوفره للسوق خدمة التركيبات والتوريدات، وحضرتك يعني سيد من يوفر يعني. طبعا البشمهندس عبد الفتاح طبعا يعني بجانب ان هو بيبيع شغال في التركيبات برضو، ولوحات التحكم بيركبها، وخطوط العلف وخطوط النبل والشفاطات. طبعا انا سعيد جدا ان انا النهارده يعتبر يعني اول مره قابل. لا مش اول مره، ثاني مره. ثاني مره قابل بشمهندس. كل التعامل بالتليفون يعني. طبعا مرحب بيك في جناح الشركه في معرض أجرينا 2022. طبعا معانا البشمهندس ابراهيم العدوي، شركه العدوي. طبعا ده اخ ليا، راجل محترم. تمام. بشمهندس ابراهيم برضو شغال في مجال المعدات، وطبعا معانا البشمهندس ابراهيم هيعرفنا بنفسه. برضو البشمهندس ابراهيم شغال في التركيبات بس بعيد عن البشمهندس عبد الفتاح شويه. اتفضل يا بشمهندس ابراهيم. انا اشكر شركه العرب جروب اولا، والمهندس ياسر والمهندس سعد وكل العاملين فيها. تمام. دلو مش اصحاب شغل، دلو اخوه اولا. بالنسبه للتركيبات المعدات والحاجات دي، اقسم بالله حاجه محترمه جدا جدا، مش عشان احنا في معرض وبنتكلم قدام المهندس ياسر، لا احنا بنتكلم في قدامه وفي ظهره. نرحب بضيوفكم الباشمهندس حاج ابراهيم، باشمهندس علاء. نرحب بيكم في عرب جروب، وان شاء الله كل سنه تكونوا معانا وتصوروا باذن الله. سنة طيبة.